انا يا دكتور بحس بترجيع بس مش من المعده، من عند الزور كده، بحس ان انا عندي ارتجاع من الريق. وعندك حموضه؟ وحموضه. الف سلام عليك. وزنك زايد؟ 70. وطولك؟ 143. ليه كده يا استاذه؟ ليه الوزن الفظيع ده؟ ها؟ ايه؟ ليه الوزن الفظيع ده؟ انا عندي 20 سنة. طيب سؤالك. طيب يا سامية، قول. انت بتحسي بحموضة وارتجاع مريء مظبوط؟ طيب خدتي علاج؟ ارتجاع مريء كنت باخد برشام بس. طيب. يعني ما جبت برضه معايا نتيجة. بصي يا استاذة سامية، هل انت متوترة اصلا؟ عصبية على طول؟ مش على طول. مش على طول. بتشربي الحاجات اللي في الشوارع دي اللي بيحطوها في ازايز اللي الناس بياخدوها كل شويه والحاجات دي؟ المحلات الساقعه دي؟ الحاجات الساقعه لا. طيب. هو ممكن عصير بس. طيب بصي، هو الارتجاع ممكن ياخد علاج ويطول 6 شهور سنتين ويخف ان شاء الله، بس لازم تبعدي عن الاكل اللي هو بيعمل مشاكل في المعده، الحمضيات والطرش والمخلل والبهارات والكلام ده. لا مش باكل اي حاجه من دي. طب وتاكلي مسلوق، تريحي نفسك، تاكلي مسلوق وتاخدي الدواء وتقللي من التوتر لو عندك توتر، وتنامي راسك مرفوعه 45 درجه. يعني لازم تنامي او تجيبي قلبين طوب عند راس السرير وترفعيه، بس سرير مرفوع كده مش المخده. لازم يبقى راسك هنا وجسمك هنا، فده بيقلل جدا من الارتجاع. وللاسف ده ساعات بيعمل حساسيه صدر بعد الشهر. جات لك حساسيه صدر ولا حاجه؟ لا. احسن ما تجيلكيش. الحقي بقى قبل ما اجي لك حساسيه الصدر. طيب بشكرك يا سامي. بس باجي يعني ساعه الصبح كده ابقى عايزه ارجع. ما هو ده من علاماته. وخدي لبن ساقع دايما، خدي لبن ساقع، حطي لبن في الثلاجه ساقع واشربيه ساقع.